سؤال بيسأله كتير منه، اللي هو قد ايه القناة بتاعتي تاخد وقت عشان تنجح وعشان يبتدي اليوتيوب يرجعها للمشاهدين. طبعا السؤال ده من الصعب ان انا ارد عليك فيه في المطلق، يعني ما ينفعش ان انا اجاوب عليك بوقت محدد، اللي هو على سبيل المثال هقولك شهر. الشهر ده ممكن ينفع معاك وممكن ما ينفعش لغيرك، لان كل واحد فينا ليه محتوى غير التاني، وليه عدد فيديوهات بينزلها غير التاني، وليه كواليتي برضو غير التاني، والكواليتي برضو هنا عامل من العوامل اللي تفرق، وبرضو الاعدادات وسيو اليوتيوب وحاجات كتيرة قوي بتفرق معاك في نجاح القناة. ودي الحاجات اللي هتكلم معاك فيها في الفيديو ده، وانا هبتديها من نفسي معاك، وهنتابع مع بعض نتائج الخطوات دي لو مشينا عليها زي ما بقول بالظبط. في ناس منكم اللي هم داخلين على صناعة المحتوى وكانوا شايفين نماذج ترندات بتعمل فيديوهات بتوصل للناس بطريقة كبيرة، وفاكرين ان هم اول ما يخش على اليوتيوب ويعملوا فيديو كويس ومحتوى كويس وبكواليتي كويسة هيبتدي الفيديو ده ينتشر واليوتيوب هيرشحه للمشاهدين ويجيب مشاهدات كتيرة ويحقق النجاح في اسرع وقت. الحوار ده فعلا موجود ولكن نادر جدا، وليه عوامل كتيرة قوي بتساعد على النجاح ده، ولكن النماذج المشهورة دي مهما كتروا قدامك فهم برضو عددهم قليل جدا ونسبتهم تكاد لا تذكر بالنسبة لصناع المحتوى اللي فعلا موجودين على اليوتيوب. يعني انا عاوز اقولك ان في ملايين القنوات بتنشأ شهريا على اليوتيوب، وملايين القنوات برضو بتتقفل او بتتساب من الناس اصحاب المحتوى نفسهم لما بيكون حاطين في دماغهم ان هم هيدخلوا هيحققوا اكبر نتيجة في اسرع وقت ويصطدموا بالواقع، فهنا بيبتدوا يتخلوا عن حلمهم ويسيبوه، مع انهم لو كانوا صبروا كان ممكن يحققوه على مدة طويلة. فخلينا ابتدي معاك باهم 6 نقط لو عملتهم واستمريت عليهم اضمن لك ان انت في خلال شهرين هتبتدي تحس بالفرق ده في القناة بتاعتك. والكلام اللي انا بقوله لك ده عن تجربة في قناة قديمة ليا، واللي هنتابعه مع بعض بتجربة عملية في القناة دي مع بعض، وكله في الاول وفي الاخر بتوفيق ربنا. فاول حاجة هي الاستمرارية. الاستمرارية بمعنى ان انت تستمر على تنزيل الفيديوهات يوميا، يعني تنزل كل يوم فيديو. لو في خلال شهرين يبقى انت هتنزل 60 فيديو، المينيمم بتاعك 60 فيديو. طيب انا لو ما قدرتش انزل الستين فيديو وعاوز انزل محتوى كويس وبياخد وقت طبعا في الايديت معاك، والناس اللي هم صناع المحتوى القدام عارفين الكلام ده، يبقى المينيمم هنا يوصل لفيديو كل يومين، وهنا هتكون حققت 30 فيديو في الشهرين. فهنا الشرط ده لو انت ما قدرتش تحقق الستين فيديو في شهرين فانسى حوار الشهرين ده وحاول تلعب على شرط الستين فيديو، يعني بمعنى ان هم شهرين او 60 فيديو ايهما اقرب. ممكن طبعا تلاقي نتائج قبل كده، ولكن ده يختلف على حسب المحتوى كل واحد وعلى حسب توفيق ربنا زي ما قلت في بداية الفيديو. اما بالنسبة لتاني نقطة فهي اعدادات القناة بتاعتك، ودي انا كنت شرحتها في فيديو قبل كده اللي هيظهر لك في الاي اللي فوق، ممكن تخش عليه وتعمل اعدادات للقناة. دي بتسهل الخوارزميات ان هي تبتدي تعرف انت بتتكلم عن ايه، وتسهل عليك وتسهل على الخوارزميات ان انت تبتدي تطلع في محركات البحث. يعني لما حد يعمل بحث عليك يبتدي يلاقيك لان انت كاتب في القناة بتاعتك ان انت بتتكلم على حاجة معينة، فالحاجة المعينة دي لما مشاهد يشوفها انت هتبتدي تطلع في الفيديوهات المقترحة في نفس الحاجة المعينة دي. فلازم تهتم كويس بالاعدادات، وهي سهلة جدا وما بتاخدش معاك وقت وبتعملها مرة واحدة وما بتعملهاش تاني، فدي من الحاجات اللي لازم تركز عليها. تالت حاجة وهي الصورة المصغرة وعنوان الفيديو، لازم تهتم بيهم جامد جدا لان دول برضو عامل كبير من عوامل نجاح الفيديو، يعني ده اللي بيشد المشاهد ان هو اصلا يدخل على الفيديو عندك. وكل ما زادت نسبة النقر على الفيديو هنا ده اللي بيجبر خوارزميات اليوتيوب ان هو يبتدي يرجح الفيديو ده ويبتدي ينجح وينتشر بشكل كبير. ونقطة كتير للأسف كتير منا بيقع فيها، وهو ان انت بعد ما بتعمل الفيديو وتبتدي تتعب عليه وتعمل مونتاج ليه وبياخد منك وقت طويل قوي، بتبقى عاوز تنزل الفيديو عشان تشوف نتائجه، فبتتسرع في ان انت بتعمل اي ثامبنيل واي عنوان وما بتهتمش بالحاجات دي، ودي طبعا ممكن تبوظ لك مجهودك اللي انت قاعد شغال عليه لفتره طويله. اما بالنسبه لرابع حاجه فهي الكلمات المفتاحيه، لازم تهتم بالكلمات المفتاحيه، لان لو حد عمل سيرش عن الفيديو بتاعك وكتب مثلا الاسم غلط، يعني مثلا لو انت عامل فيديو عن تفعيل ميزه التحقق بخطوتين وجي واحد عمل سيرش عن ازاي تحقق شروط اليوتيوب، فهنا الفيديو ده من خلال الكلمات المفتاحيه اللي انت هتحطها في الفيديو ده هيبتدي يعرف ان الفيديو ده بيتكلم عن نفس الحاجه، فهتبتدي تظهر في السيرش اكتر، فهيبتدي يجيلك مشاهدات من هنا اكتر ومشتركين طبعا بالتبعية. وخامس نقطة وهي الاهم على الاطلاق وهي الصبر،
ودي اللي بنصحك بيها بشدة، وممكن انصحك بيها في كل فيديو، لان مهما كان لو انت صانع محتوى هتلاقي ان انت نفسك ان قناتك تنجح في اسرع وقت، وبتبتدي ما تشوفش الا الامثلة الناجحة وتبتدي تقارن نفسك بيها، وهنا بتبتدي مرحلة الاحباط اللي بتخليك تقارن نتائجك بنتائجهم وتلاقي النتائج بتاعتك ان هي قليلة جدا وما تكملش. ودي حصلت لناس كتيرة قوي، وفي اللي كملوا وربنا كرمهم بعد كده، وفي الناس اللي هي فعلا استسلمت وكان ممكن توصل بعد كده، ولكن للأسف قررت ان هي تبعد عن المجال ده خالص، مع انهم كانوا ممكن يكونوا من الناس المتميزين جدا في المجال ده، ولكن عشان ما عندهمش صبر فما قدروش يكملوا. ورابع حاجة لازم تهتم بيها وهي وقت تنزيل الفيديو. وقت تنزيل الفيديو هتكلم عنه في شرح مفصل ازاي بتعرف الوقت اللي الجمهور بتاعك موجود فيه، ولكن انا دلوقتي بتكلم لو انت عامل قناة جديدة ومش عارف الجمهور بتاعك بيبقى متواجد امتى، او لسه ما عندكش جمهور، فطبعا ده اللي بيخلي الموضوع صعب. ولكن انت في الاول هتعمل حوار التراي اند ايرور، اللي هو هتنزل في كذا ميعاد مختلف وتشوف النتائج وتشوف اني احسن ميعاد وتبتدي تنزل فيه، وتتجنب طبعا المواعيد اللي هي الناس بتكون فيها نايمة، او المواعيد اللي بيكون فيها الناس في الشغل، لان ده بيأثر بشكل كبير على نجاح الفيديو. يعني الفيديو لو نزل في وقت الناس كلها فيه نايمة او في الشغل وما لقاش مشاهدات، فهنا بيبتدي اليوتيوب يحس ان الفيديو ده معلوش اقبال فما بيرشحوش للمشاهدين، وبيبتدي هنا الفيديو يموت للأسف. وهوريك بالدليل ان انا ازاي برضو همر معاك بنفس التجربة دي، وهحاول اجي على نفسي واصبر لغاية اما ربنا يكرمني ويكرمكم بإذن الله. فتعالوا لو هنشوف القناة عندي هتلاقي ان عندي 10 مشتركين بس، ولو هندخل على المحتوى ونشوف فيه كام فيديو هنلاقي فيه 4 فيديوهات. اول فيديو تم نشره يوم 6/5 والنهاردة 14/5، يعني في حدود تقريبا كده 8 ايام بالظبط، بقالي 8 ايام وماشي على اللي انا بقوله لك بالظبط، عملت 4 فيديوهات يعني بمعدل فيديو كل يومين، وده المينيمم بتاعك. وباذن الله هكمل في تنزيل الفيديوهات، وان انا امر بالتجربه دي معاك واحده بواحده. ولو انت عاوز تبقى من صناع المحتوى وعاوز تبتدي تعمل قناه على اليوتيوب فاكتب لي في التعليقات هتبتدي امتى، وامشي على الخطوات دي زي ما قلتها لك بالظبط، واول لما تلاقي نتيجة اكتب لي تاني في التعليقات وصلت ليها بعد قد ايه، وانا ان شاء الله لما ربنا يكرمني هكتب لكم في التعليق انا وصلت بعد قد ايه ان اليوتيوب يبتدي يرجح فيديوهاتي. ولو انت اصلا عندك قناة ومفيش فيها مشاهدات كتيرة فحاول تمشي على الاستراتيجية دي لو انت ما كنتش ماشي عليها، وقول لنا عملت ايه. واخر حاجة للناس اللي هي لو مرت فعلا بالتجربة دي ومشيت على الاستراتيجية دي اكتب لنا في التعليقات تجربتك ووصلت بعد قد ايه، عشان ده يدي دافع للناس اللي بتقرأ تعليقات ان هي تبتدي وتكمل. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتوا منه ويديكوا الدافع ان انتوا تبتدوا القناة وتكملوا فيها، وربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا، واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.